طيب خلينا ندي نسبة للموقع المحتملة لو الأهلي كسب الاتحاد في الدور ربع النهائي، واحنا لو كسبنا الاتصالات، قول لي نسبة ان احنا ممكن نوصل للماتش ده، وقول لي ايه السيناريو للماتش ده. لو كسبنا ان شاء الله يعني نعدي الاتصالات. طبعا حضرتك عارفه ان الماتشات هتبقى متتاليه، اللي هي النهارده 8 وفي ماتش يوم 12 وفي 14 هيبقى الفاينل. يعني النسبه اعتقد ان شاء الله نعدي احنا ماتش الاتصالات باذن الله يعني، ونتاهل سيمي فاينل. انا شايف ان الاتحاد من الفرق اللي بتقفل على نفسها كويس جدا، وكابتن مرعي طبعا بقياده كابتن مرعي بيقدر يعالج كل المشاكل اللي ممكن مر بيها الفتره اللي فاتت، لان كان في مشاكل في فرقه الاتحاد مشاكل فنيه يعني. فهو من الكوتشات المخضرمه اللي تقدر تلم فرقته وتلم الدنيا وتعالج اخطائه، وهو مستعد اعتقد كويس جدا للمواجهه المرتقبه بتاعه السيمي فاينل. فانا يعني ان شاء الله ارشح ان ممكن يبقى الاتحاد هو الاتحاد.